اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول الحديث الثالث من باب معرفه الامام والرد اليه وصلنا الى هذا المقطع حيث ان الراوي يسال الامام الباقر عليه السلام ويقول قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله يجب على أولئك حق معرفتكم قال نعم أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت بلى قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان ولا والله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عز وجل حاصل سؤال الراوي هو انه ما هي الحاجه الى معرفه الامام اذا واحد من الناس امن بالله وامن بالرسول وصدق الرسول في جميع ما انزله الله سبحانه وتعالى على الرسول فما حاجته الى معرفه الامام انت تعرف الله وتعرف رسول الله وتعرف وتصدق بالاحكام والامور التي انزلها الله على رسوله سواء في مسائل العقائد او في مسائل الاحكام الشريعه فشنو هي الحاجه الى معرفه الامام ولماذا كانت معرفه الامام من اصول الدين الجواب على ذلك هو انه الإمام والإمامة تنزيل من الله سبحانه وتعالى، وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله، فكيف يمكن تصديق الرسول في جميع ما قاله، ولا نصدقه فيما قاله في مسألة الإمامة؟ الواجب علينا أن نصدق الرسول صلى الله عليه واله ليس فقط في أحكام الشريعة، بل علينا أن نصدقه في المسائل الاعتقادية أيضا، بل هذا هو الأهم، وذاك هو المهم الرسول صلى الله عليه واله هو الذي بين فيجب علينا ان نتبعه هذا اولا الشيء الثاني هو ان الحاجه الى الامام امر فطري وعقلي ولذلك ترى حتى غير الشيعه اتخذوا خلفاء واتخذوا ائمه فاصل المساله مساله فطريه كما ان النبوه والحاجه اليها مساله فطريه عقليه الانسان بفطرته يدرك الحاجه الى النبوه بعقله يدرك ذلك كذلك في مساله الامامه مساله فطريه وعقليه يبقى في المصداق من هو النبي من هو الامام تصدق الرسول أو النبي بأنه رسول بأنه نبي بالمعجزة، بالآيات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه، بالقدرة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيه، فيظهر معجزة فتعلم بأنه صادق. الامام كيف تعرفه؟ الامام ايضا الله سبحانه وتعالى اكرمه بالكرامات والمعاجز ولكن الحكمه اقتضت ان يكون مع ان تكون معرفه غالب الناس بالامام عن طريق النص يعني انت اسلمت وصدقت رسول الله صلى الله عليه واله في جميع ما جاء به والرسول قد نص على الحاجه الى الامامه يعني ارشاد الى هذا الامر الفطري والعقلي في قوله مثلا من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه وايضا الرسول بين المصداق بين ان الامام من بعده الخليفه من بعده هو علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام والائمه من ولده في احاديث كثيره متواتره الفرق بين رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسائر الانبياء والفرق بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والأئمة المعصومين من ذريته وبين سار الأوصياء في أن الأنبياء كانت لهم معاجز لكن معاجز وقتية شاهد تلك المعاجز الذين عاصروهم أما الأجيال اللي بعدهم لم يشاهدوا تلك المعاجز بل سمعوا بها وبمرور الزمان كثير من هذه المعاجز وحتى الانبياء نسوا يعني احنا عندنا الاف مؤلفه من الانبياء لا نعرف اكثرهم الذاكره البشريه هكذا تحفظ الاشياء المهمه حتى الاشياء المهمه بطول الزمان تنسى يعني الآن مثلا النبي موسى عليه الصلاة والسلام معجزته العصا واليد البيضاء وآيات أخرى في تسع آيات، احنا كيف نعلم بهذه المعاجز؟ نعلم بهذه المعاجز لأن القرآن الكريم أخبرنا بها، نحن نصدق الرسول ونعتقد بان القران هو كلام الله سبحانه وتعالى. القران نقل هذه المعاجز. عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كانت له معاجز. معاجز عظيمه باذن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، يبرئ الاكمه والابرص وما الى ذلك. نحن نصدق بهذه المعاجز، لماذا؟ لم نشاهدها وإنما لأن القرآن الكريم نقلها لنا لذلك نؤمن بها ونصدقها زين إذا واحد أجا من الصفر يريد يبدأ واحد نصراني يجي يقول له تعال صير نصراني زين كيف يبين له أن عيسى نبي يقول عيسى كان له هذه المعاجز يقول له شنو الدليل ما يقدر يقول له الدليل انه في الانجيل مكتوب لانه هو لازال لم يصدق لا بالانجيل ولا بعيسى فشلون يريد يتخذ كتاب عيسى دليل على نبوه عيسى بعدين هذا الكتاب هم محرف وهو الدليل على بطلان النصرانيه ما يقدر هذا النصراني يراوي للمعجزه اليهودي كذلك فسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معاجزهم ليست مستمرة لحد الآن في وقتها كانت وانتهت أما الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله محمد وهي القرآن معجزة خالدة طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله له معاجز كثيرة احصيت هذه المعاجز في بعض الكتب الى اربعه الاف معجزه منها شق القمر منها حنين الجذع منها حركه الشجر منها تكلم الضب ومنها, ومنها 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 لكن تلك المعاجز ايضا كانت وقتيه الله شاء ان يكون القران خالدا في هذا الزمان أنت تروح تناقش مع نصراني، مع يهودي، مع ملحد، مع بوذي حول الإسلام يقول لك بأي دليل محمد صلى الله عليه وآله رسول الله كل هذا القرآن عجزت البشرية من أن تأتي بمثله مع أنه تحداهم هذا القرآن نزل في فترة ثلاثة 23 عاما لا يوجد فيه اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا عنده اعجاز بلاغي عنده اعجاز علمي عنده اعجاز تاريخي عنده اعجاز آه من جهات اخرى والاهم في ذلك انه هذا الكتاب تلاه امي بلغه أمي. أمي الأمي يعني شنو؟ الأمي يعني الذي لم يتعلم الكتابة والقراءة عند أحد طبعا نحن نعتقد بأن الله علم رسوله صلى الله عليه وآله جميع العلوم ونعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرف القراءة والكتابة بالإعجاز يعني الله علمه مو أنه تعلم عند أحد والرسول طيله حياته لم يقرا ولم يكتب مع انه كان يعرف بتعليم من الله بالاعجاز وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون زين هذه المجموعه عندما تجتمع هسه اذا واحد ما يعرف اللغه العربيه او يعرف اللغه العربيه ما يعرف البلاغه مثلا الجهات الاخرى من الاعجاز القراني تجتمع يبين ان القران الكريم هو المعجزه فاذا كان معجزه فالذي جاء بهذه المعجزه وادعى النبوه صادق في ادعائه طبعا بالنسبه الى القران الكريم واعجاز القران الكريم هناك بحث مفصل ان شاء الله اذا الله وفقنا في المستقبل في بعض الحلقات القادمه سنتطرق اليه زين هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه واله. نجي نسبة بالنسبة للأئمة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأئمة من ولده، لكل واحد منهم معاجز وكرامات. هناك كتاب ألفه السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه. باسم مدينة المعاجز. هذا الكتاب احتوى على الروايات التي رويت في معاجز الائمه عليهم الصلاه والسلام. امير المؤمنين له معاجز، الائمه لهم معاجز، لكن هذه المعاجز ايضا كما ذكرنا وقتيه يعني امير المؤمنين رد الشمس باذن الله سبحانه وتعالى. الذين كانوا في ذلك الزمان شاهدوا هذه الحالة. احنا ما شاهدناها، احنا بس سمعناها رويت لنا. هسه يمكن واحد يطلع ينكر كما طالعين بعض يقول الرواية ضعيفة وكذا وكذا وكذا. زين. لكن الشيء الذي في كل الازمان موجود والجميع يراه ويستمع اليه. هي نصوص الرسول صلى الله عليه واله على امامه امير المؤمنين، ونصوص كل امام سابق على الامام اللاحق، وهذه مو روايه واحده حتى واحد ياتي وينكرها ويقول هذه مثلا ليست بثابته كذا، لا متواتره، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الامه المرحومه الاسلاميه وعلى البشريه اتماما للحجه الانسان عندما يجد الحرب الشعواء التي شنت ضد اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يستغرب كيف هذه النصوص وصلت لنا حتى عن طريق غير الشيعه معاويه بن ابي سفيان بعد ان سيطر على العالم الاسلامي كتب كتاب إلى الولاة ما من فضيلة رويت في علي بن أبي طالب إلا واختلقوها واختلقوها لسائر الخلفاء خاصة عثمان يعني يعطي واحد فلوس يختلق الحديث يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرسول قايلها قد قالها في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام، انت هذه الروايه انسبها الى عثمان. زين هذا الجزء الاول من كتابه. الجزء الثاني من كتابه الرساله اللي ارسلها الى الولاة انه ما من واحد يروي روايه في فضيله علي بن ابي طالب الا قطعتم عطاءه من الديوان. بيت المال الفائض منه كان يوزع على عامة الناس زين أو لا واحد مثلا موظف أو لجهة من الجهات إلى عطاء في الديوان مسجلي في السجل قطع عطاء هاي في بداية الأمر بعدين تطور الأمر إلى الحبس إلى القتل لذا الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف صاحب كتاب العين سئل عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قال ما اقول في رجل كتم اولياؤه فضائله خوفا وكتم اعداؤه فضائله بغضا وحسدا ومع ذلك ملات فضائله الخافقين يعني اللي كانوا يوالون امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام خوفا وتقيه ما رووا هذه الفضائل لانه لو يروي هاي الفضائل يقتل او يسجن او تصير له مشاكل اعداء امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لم يروا فضائله حسدا وبغضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وكما يقول الشاعر إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلاء يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على ومع ذلك شاءت الإرادة الإلهية شاء الله سبحانه وتعالى ان تنتشر هذه الفضائل وتملا الخافقين هذه اراده ربانيه فاذا الحجه تامه معجزه الرسول صلى الله عليه واله مستمره الى هذا العصر وستستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها القران الكريم والنصوص على امامه الائمه عليهم الصلاه والسلام بالتواتر منقوله ودلالاتها واضحه. هسه يجي واحد يريد يشكك في السند، يشكك في الدلاله هذا مثل واحد يجي يشكك في القران. مثل واحد يجي يشكك في الله سبحانه وتعالى، ما عندنا هالزمان ناس في العلوم الطبيعية برعوا في علم النجوم، في علم الطب، في علم الاجتماع لكنهم ملحدون يعني ينكرون الله سبحانه وتعالى يوجد ناس يعني اذا حقيقه بهذه الوضوح اللي هي اوضح الحقائق كما يقول الله سبحانه وتعالى: افي الله شك فاطر السماوات والارض هذا استغراب من حالتهم ماكو شك في الله سوى يجي يشكك في الله ليش لحاله نفسيه لانه الكنيسه في القرون الوسطى قتلت العلماء وفعلت ما فعلت فصارت فعل لدى كثير من الاوروبيين بدل ما يكون رد فعل باتجاه الكنيسه صارت فعل باتجاه الله سبحانه وتعالى أنكر الله سبحانه وتعالى إذا هذه الحقيقة بهذه الوضوح تنكر إذا نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هي واضحة جدا والأدلة متضافرة بسبب الإعلام المضاد وبسبب التربية الخاطئة وبسبب غرس العداء من الصغر في أذهانهم ينكرونها زين إذا يجي جماعة من الناس ينكرون فضل أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام مع وجود هذه النصوص الصريحة الواضحة الصحيحة المتواترة هذا ليس بمستغرب المشركون في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يرون معجزة الرسول ومع ذلك حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله فرعون وآل فرعون كانوا يشاهدون معجزة موسى ومع ذلك أنكروا نبوته وحاربوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذه الحالة النفسية الشيطانية سببت أنه لا يقبلون هاي العنصرية احنا من عرق اعلى وبنو اسرائيل هؤلاء من عرق ادنى ونحن الحكم بيدنا وهؤلاء عبيد لنا هسه واحد منهم طالع ويدعي انه هو النبي نصدقه لا هاي الحالات النفسيه هي التي تردي الانسان وتوصله الى نار جهنم زين نرجع على الحديث الراوي يقول قلت سؤال عن الإمام الباقر فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله يعني على الرسول لأنه الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل كلام الرسول وحي من الله سبحانه وتعالى يجب على اولئك حق معرفتكم يعني يعرفكم المعرفه الحق حق معرفتكم هذه اضافه بيانيه يعني حقا هو معرفتكم أو يمكن أن يكون الحق بمعنى الكمال يعني المعرفة الكاملة، يجب عليه أن يعرفكم معرفة كاملة مثلاً. الإمام قال نعم. الإمام الباقر يقول بلي يجب، لماذا؟ أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟ هذا إشارة إلى الأمر الفطري. أن أصل الحاجة إلى الإمام أمر فطري. وعقلي، لذا حتى المخالفين اتخذوا ائمة. يعني الآن من المسائل الموجودة عندما تناقش مثلا غير الشيعة، يقول في اللسان، يقول لا الإمام مو من أصول الدين. أمر إداري، بالنتيجة الناس يحتاجون إلى حاكم، والصحابة اجتمعوا واختاروا حاكما. زين. نقول ما يخالف فإمامة الخلفاء الراشدين هذه قضية إدارية لأنه الدين كمل قبل اختيارهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فإمامة ابي بكر وخلافته زين هذه كانت بعد ذلك كما تقولون قضية إدارية الناس اختاروا فإذا الإسلام كمل وليس من ضمن الإسلام إمامة أبي بكر ولا خلافة أبي بكر حسب ما تقولون بعد حسب هذه الآية الدين كمل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله واختيار الناس لأبي بكر كان حسب ما تقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فليست تلك الإمامة والخلافة من أحكام الإسلام قضية إدارية بحتة فحسب ما تقولون لا فرق بين أبي بكر وبين سائر الحكام الحكام اللي الآن الحكام اللي قبل مئة سنة قبل ألف سنة والحكام الذين كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله زين إذا هكذا فلماذا أنتم الصفات اللي احنا نعتقدها في الأئمة لأننا نعتقد أن الرسول بلّغ الناس بهذه الإمامة وعيّن علي بن أبي طالب من طرف الله سبحانه وتعالى على هذه الإمامة وأن الدين كمل بهذه الإمامة بعد ما الرسول بلّغ نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنتم عملا الصفات التي نحن نقولها للإمام تعطونها لأبي بكر إيه تقول هو مو معصوم لكن تصدقه في جميع ما فعل وتجعله مشرعا يعني الآن إذا مسألة ما فيها حديث لكن عندهم سيرة والسنة من أبي بكر هذا يتخذوه حكما شرعيا ويتبعونه وكذلك بالنسبة إلى سائر الخلفاء يعني هو بفطرته بعقل يدرك الحاجة إلى الإمام باللسان يقول لا الرسول لم يعين أحدا ولم يقل شيئا القضية إدارية لكن عملا الصفات التي هي للإمام يعطيها للشخص اختاره الناس حسب ما يقول هذا يكشف على عن ان بفطرته بعقله يدرك الحاجه الى الامام. زين أن انت تدرك ذلك الرسول لم يدركه. الله لم يعلم به والعياذ بالله. ترك الناس هكذا هملا والا اذا هي قضيه تاريخيه زين في طول التاريخ حسب ما تقولون انتم كثير من الحكام كانوا عدول الناس انتخبوهم بايعوهم وحكموا بعدل. والى ان ماتوا زين شنو ميزه ابي بكر عليهم؟ ابو بكر حاكم والمتوكل حاكم ومثلا سلطان سليم العثماني حاكم وفلان حاكم هسه انت تقول واحد منهم افضل من الاخر قضيه اداريه زين ليش خابصين نفسكم بهؤلاء الخلفاء؟ لانه هو يدرك الحاجه الى الامام بس الشيء اللي الرسول قاله لم يقبله لم يعتقد به اجى شيء آخر جعله بدال ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله لذا الإمام يشير إلى هذه الحقيقة قال أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت بلى قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء فهو بفطرة يدرك الحاجة إلى الإمام لكن أخطأ في الإمام مصداق الإمام أو تعمد في ترك الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى إلى إمام آخر زين هذا المصداق أوقعه الله في قلوبهم يعني ترك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وراح بايع يزيد ترك الإمام الهادي وراح بايع المتوكل مثلا هذا الله ألقى في قلوبهم والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان لأن كل انحراف عقدي الشيطان هو الذي يغري الإنسان بذلك، صحيح الإنسان إلى شهوات وإلى نفس أمارة بالسوء وإلى هوى، لكن للشيطان دور كبير، لكن الشيطان ليس مسيطرًا على الإنسان وإنما يوسوس يغري. ثم بعد ذلك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل. لأن المعرفة من الله سبحانه وتعالى كما ذكرناه في البحوث التوحيدية الإنسان إذا صفى نيته وصفى قلبه وأراد أن يتبع الحق الله يهدي إلى الحق فالمعرفة من الله لكن الإنسان هو الذي يهيئ مقدماتها تريد أنت تهتدي الله يهديك واحد ما يريد ان يهتدي، اللهم يهتدي، يظله، يعني يتركه وشأنه الى ان يظل. فالحاصل من الحديث ان تصديق الله وتصديق الرسول صلى الله عليه واله يقتضي الاعتقاد بالامام وبالامام وبمن عينه الله والرسول صلى الله عليه واله. كيف تصدق الرسول وأنت لا تقبل كلامه في أمر مهم كالإمامة وأيضا أصل الإمامة أمر فطري عقلي المصداق هم بيّن الرسول صلى الله عليه وآله بأحاديث متواترة جن واحد يريد يأخذ الطريق الحق يوصل إلى الهداية ما يأخذ طريق الحق يظل الله ما أكره الناس الله يتمكن من ان يغير قلوب الناس ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الان اكثر الناس في كفر الله لم يجبرهم على الايمان اكثرهم للحق كارهون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله لم يكرههم على ذلك كما لم يكرههم على التوحيد مع انه جعله في فطرتهم يعني اتم الحجه عليهم. كذلك لم يكرههم على النبوه. الان اكثر من في الارض غير غير مسلمين لا يعتقدون بنبوه الرسول محمد صلى الله عليه واله. بالنسبه للمسلمين الله سبحانه وتعالى اتم الحجه وبين طريق الهدايه، طريق الرشد بينه لهم. لكن اكثر المسلمين لم يتبعوا اوامر الرسول صلى الله عليه واله هو في معركه احد والرسول موجود فروا من المعركه الا القليل منهم زين هسه نقول إسا هذا في السنه الثالثه من الهجره في اوائل الامر في غزوه حنين في السنه الثامنه من الهجره <applause> ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. في يوم حنين أيضا الأكثر فر. ونفس الحالة تكررت في يوم السقيفة أيضا الأكثر خذل أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام. لكن الحجة تامة قل فلله الحجة البالغة، لو شاء لهداكم اجمعين، الله ما شاء مشيئة تكوينية بإكراه بإكراهكم على الإيمان، لكن أتم الحجة عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم جميعا لما فيه الخير والصلاح، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.